بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. يا رب يكون مر عليكم العيد بسعادة وخير وحب ان شاء الله. يا رب يعود عليكم الايام بكل خير ان شاء الله. احنا النهاردة فين؟ في شارع فيصل الرئيسي عند مطعم ابو شنب. زي ما انتم شايفين احنا نزلنا بعد محطة التعاون عند مطعم أبو شنب، معروف جدا هناك، وهو على ناصية الشارع زي ما انتم شايفين. هندخل بقى شارع إبراهيم سليمان، هنكمل فيه لحد رقم 5 عشان نشوف ايه اللي موجود عندنا النهاردة عند الأستاذ أحمد رفعت. الفيديو ده يا جماعة يعني بعض الحاجات اللي احنا هنشوفها النهاردة كنت صورتها قبل كده، شفتوها انتوا في رمضان، بس انتوا عارفين الفيديو ده ما اخدش حقه في المشاهدة لان احنا في شهر رمضان بتبقى المشاهدات قليلة جدا على الفيديوهات او على اليوتيوب كله. تقريبا بيبقى الناس كلها اتجاهها للتلفزيون والمسلسلات. طول شهر رمضان بتبقى مشاهدات اليوتيوب قليلة جدا جدا جدا. طبعا كلنا طبعا بنحب نقعد نتفرج على المسلسلات وبنستمتع بيها وبنتابعها، ما بيبقاش في وقت قوي لموضوع اليوتيوب او النت ان احنا نشوف فيه حاجة او نتابع فيه حاجة. فمن الفيديوهات اللي اتظلمت في شهر رمضان الفيديو ده او بعض الحاجات اللي موجودة فيه، فانا حبيت ان انا برضو اوريكم شوية حاجات كده كانت حاجات حلوة جدا وجميلة وتستاهل فعلا ان انتوا تشوفوها، لان هي حاجات قيمة جدا. في قطاع عريض من متابعيني بيحب اول الحاجات دي وبيحب يتفرج عليها وبيحب يقتنيها، فقلت يعني اعرض لكم بعض الحاجات منها عشان اللي ما شافهاش يشوفها تاني ويعرف ايه الحاجات اللي احنا عرضناها وايه الحاجات اللي كانت موجودة، جمالها وتفاصيلها وشياكتها. معظم الحاجات اللي احنا هنشوفها اطقم ابيسيون، حاجات حلوة جدا جميلة الوانها حلوة قوي. طبعا الحاجات القديمة الجميلة بتاعتنا، بصوا زي ما انتم شايفين الطقم اللي انتم شايفينه ده هايل بصراحة، لونه جميل وشكله حلو جدا. بالنسبة بقى ازاي توصلوا للمكان، طبعا اللي هيروح مواصلات هيركب من التحرير ميكروباصات فيصل، وهتطلبوا منه ان انتم تنزلوا بعد محطة التعاون الشارع على ناصيته مطعم ابو شنب، تنزلوا عنده. الشارع ده اسمه ابراهيم سليمان وهتكملوا فيه لحد ما توصلوا لرقم 5، هتلاقوا محل الاستاذ احمد رفعت. هو جالري كبير جدا حلو قوي، فيه حاجات تحفه، ويمكن عرضت لكم حاجات كتير قوي عنده. ان شاء الله هتستمتعوا بالتعامل معاه وكمان بالمعروضات اللي عنده، حاجات حلوه جدا 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 وحاجات كلها قديمه وعريقه زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو في بقى هتروحوا بعربية هيبقى 5 شارع ابراهيم سليمان، الشارع على ناصيته مطعم ابو شنب، شارع فيصل الرئيسي بعد محطة التعاون. ده العنوان. هسيب لكم كمان لينك الصفحة بتاعة الاستاذ احمد في اول تعليق مثبت، واللينك الجروب الواتساب، وكمان هكتب لكم العنوان بالتفصيل، وكمان في رقم التليفون عشان تقدروا تتواصلوا معايا بكل سهولة. في كمان بصوا الطقم ده حلو قوي قوي، لونه وشكله شيك جدا 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 بجد حلو قوي. كمان الطقم ده هما بيسموه ام العيال، عنده الاطقم بتبدأ من اول 15,000. بصوا الجمال، طقم حلو جدا جدا، يمكن من اكتر الاطقم اللي عجبتني في الاوبيسون. الطقم ده حلو قوي 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 قوي، شكله ولونه وكمان الرسمه اللي عليه جميله جدا، كله على بعضه كده حاجه قطعه فنيه تحفه. بصوا جماله وتفاصيله حلو قوي. جميل جدا بجد. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، لو مش مشتركين في القناة تشتركوا، ولو مش بيوصل لكم اشعارات الفيديوهات بتاعتي تلغوا الاشتراك وتفعلوه من اول وجديد، وتدوسوا على زرار الكل عشان كل فيديو جديد ينزل يوصل لكم الاشعار بتاعه ان شاء الله. بالنسبة للترابيزات طبعا احنا هنا يعتبر في المخزن، فالحاجات دي كلها بتتظبط بالرخام بتاعها بيركب عليها، يعني بتبقى لما بتطلع بقى للعرض بتبقى جاهزة للعرض
بكل تفاصيلها، عشان اللي هيبص على الترابيزات مفيش ازاز مفيش رخام، كل الحاجات دي موجودة، بس طبعا عشان احنا في المخزن فبتبقى الحاجات دي مركونة. بعد كده بيطلعوا الحاجات دي في العرض فوق في الجاليري، وبيحطوا بقى الرخام او الازاز ايا كان اللي هيتحط على الترابيزات. الطقم ده كمان حلو قوي. طبعا هم بيلمعوا كل الحاجات دي في صنايعية عندهم، بيلمعوا بيظبطوا في مشكلة في النجارة، في مشكلة في التنجيد، ايا كان المشكلة هم بيظبطوها وبيرجعوه تاني لأصله، مش بيلعبوا في الشكل، مش بيلعبوا في الأساس يعني. بس هي لو في مشكلة في النجارة نفسها بيظبطوها، التنجيد مش مظبوط بيظبطوه على وضعه يعني، مش بيغيروا في حاجة. بصوا كمان الطقم ده حلو جدا، حلو قوي، بس ده للأسف معرفتش سعره لأن كان لسه ما تسعرش. في طبعا لو انت محتاجة 2 كرسي مع الطقطوقة في المدخل بتاع شقتك، الكرسيين دولت حلوين جدا، صغننين وشكلهم ظريف قوي، او في اي كورنر فاضي عندك في الشقة فدول يبقوا حلوين قوي ويدوا شكل جميل. دولاب ده كمان انجليزي شكله جميل جدا، او مكتبة. شكله حلو قوي، تفاصيله كمان جميلة. طبعا كل الحاجات دي تبقى خشبها الناس اللي عارفة الحاجات القديمة دي واللي بتحب تقتنيها في بيتها، اكيد عارفة ان الحاجات دي بيبقى خشبها حاجات تعيش معاكي العمر كله، وبدليل ان هي لحد دلوقتي عايشة، حالتها كويسة جدا، خشبها كويس جدا، بتتنقل من مكان لمكان، وبالرغم من كده الحالة بتاعتها ما شاء الله يعني ممتازة. فاكيد انتوا موضوع الخشب مفيش كلام فيه ومفيش نقاش فيه، انتوا بتاخدوا حاجة من هنقول من السلع المعمرة 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 جدا. بصوا التفاصيل اللي موجودة في الدولاب او في المكتبة اللي قدامنا دي شكلها حلو جدا وجميلة جدا. في كمان عندنا الطقم ده هو 2 كرسي ومعاهم ترابيزة، هنشوف دي الترابيزة بتاعتهم. برضو كان موجود بعض اطقم السفر، برضو حبيت اعرضها عليكم تاني عشان تشوفوها كل الحاجات دي ما بين انجليزي وفرنساوي. في كمان كان عندنا مجموعة براويز شفناها برضو مع بعض، ومرايات كان اشكالهم حلوة جدا وجميلة وشكلها هايل بصراحة. عند الاستاذ احمد البراويز بتاعته بتبدا من اول 200 جنيه، في حاجات صغيره خالص ب100 جنيه، بس المجموعه اللي انتوا شايفينها دي بتبدا من 200 لحد 3000 جنيه، يعني اعلى حاجه عنده في البراويز 3000 جنيه. دي كمان اباليك كان شكلها شيك جدا، بتيجي مع الاطقم الارابيسك بيبقى شكلها حلو قوي. طبعا شفتوا عنده اطقم ارابيسك كتير، انتوا عارفين الحاجات دي انقرضت من زمان، بقت قليلة جدا ونادرة جدا لما نشوفها. الاطقم الارابيسك موجودة عند الاستاذ احمد، وريتكم اكتر من قطعة عنده. مجموعة تابلوهات جميلة جدا. في كمان عنده نجف، النجف بيبدأ اسعاره كمان من 2300 لحد 3000. انا كده جبت لكم جزء مش كل يعني، ما شاء الله الجاليري كبير جدا، في مجموعة كبيرة ما شاء الله من التابلوهات والمرايات، حاجات كلها جميلة جدا. فانا يعني جبت لكم على قد ما اقدر اكبر قدر ممكن من الحاجات اللي كانت موجودة في الجاليري. برضو التابلو ده شيك جدا وجميل وشغله حلو قوي، تفاصيله جميلة. ده ياباني،
جميل جدا، الطابلوهات شكلها حلو قوي وجميلة جدا. كده خلاص احنا الفيديو بتاعنا خلص. حبيت اوريكم جزء كده من الحاجات الجميلة اللي ما ينفعش ان هي تتفوت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى لايك وشير الفيديو، لو اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة. اشوفكم في جولة جديدة، باي.